القضية الفلسطينية مشاهدينا هي قضية مصر الأولى، القضية المحورية بحكم التاريخ والجغرافيا، من اليوم الأول لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والثوابت المصرية واضحة للجميع، الدعوة لوقف إطلاق النار، الدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام، ورفض كافة السيناريوهات الخاصة بتهجير الفلسطينيين من أرضهم. دور مهم جدا بتلعبه الدولة المصرية. ده أكيد، وده ما تفرضه علينا العروبة وأخوتنا مع الشعب الفلسطيني. احنا في فقرتنا دلوقتي هنتكلم عن دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ولماذا تحاول بعض وسائل الإعلام الغربية تشويه دور مصر تجاه القضية الفلسطينية. معنا دلوقتي في الاستوديو ضيفنا الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بك. أهلا وسهلا. في بعض الادعاءات التي قامت بها إحدى الشبكات الأمريكية CNN تجاه الدور المصري، الادعاءات دي يعني بتقلل من الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، سبب الادعاءات دي ايه؟ يعني هي هذه الادعاءات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأنها أولا لا تعكس لا حقائق أو وقائع محددة، كما أشار الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلام الاستعلامات. من وجهة نظري هناك مجموعة من الأسباب اللي تفسر مثل هذه الإدعاءات في هذا التوقيت. التفسير الأول وهو محورية اللوبي الصهيوني اللي مسيطر على مؤسسات وتجمعات ضخمة في الولايات المتحدة. ما نيجي نشوف هذا اللوبي موجود في وسائل الإعلام، في مراكز البحث والتفكير، داخل الهيئات التشريعية مجلسي النواب والشيوخ، موجود داخل الإدارات الأمريكية المتعاقبة وليست إدارة بايدن. وبالتالي محورية هذا اللوبي اللي هو من وجهة نظري أكبر لوبي وأضخم مقارنة بأي لوبيات أخرى، يعني مقارنة باللوبيات زي مثلا اللوبي الإيراني، اللوبي الكوبي، اللوبي اليوناني، لأن الولايات المتحدة كدولة ستيت يعني بنتكلم في قارة قايمة حوالين محورية دور جماعات الضغط في التأثير على صنع القرار الخارجي. وبالتالي محورية هذا اللوبي، خاصة أن هذا العام يا أستاذ محمد هو عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ده واحد. النقطة الثانية وهو محاولة لنقل أو الخروج من حالة الارتباك اللي بتواجهها السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة، خاصة وأنها يعني بننقل الأزمة بدل اللي هي من الداخل الإسرائيلي إلى الخارج، خاصة وأن إسرائيل هي المسؤولة عن التعثر فيما يخص ردها على المقترح المصري أو ردها على الرد الحمساوي، وأن من الواضح أن التوجه الحاكم بعد مرور اكتر من اكتر من 7 أشهر على حرب غزة، التوجه الحاكم للقيادة السياسية داخل اسرائيل ممثلة في بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم الداعم له هو مسارين اساسيين: اولا ارباك المفاوضات السياسية، وتصعيد المعارك العسكرية الميدانية في هذا الطب. طب هذه النقطة تحديدا عايز اتكلم بس النقطة الثالثة وهي محاولة طوال الوقت هي ان نقل الأزمة بدل ما هي مرتبطة بأطرافها حماس وإسرائيل إلى أنها ترتبط بوسطائها. يعني تلاقي حضرتك في بعض الأحيان كان في توجيه انتقادات لقطر، وفي أحيان أخرى إسرائيل تركز على الانتقادات على الدور المصري، على الرغم أن الدور المصري في جزء منها كما ذكر مرتبط بأبعاد كثيرة، يعني مرتبط بفكرة الالتزامات القومية العربية للدولة المصرية بمؤسساتها وبشخص رئيسها، لأن حجم الوقت الذي يتم توجيهه فيما يرتبط بالتعامل مع هذه القضية، ما بال حضرتك يا أستاذ محمد في توقيتات الأزمات وتوقيت الحروب. النقطة الأخرى وهو مرتبط بالبعد الإغاثي الإنساني في سياسة مصر الخارجية في تعاملاتها مع القضايا العربية والأفريقية،
وفي تعاملها بشكل رئيسي مع القضية الفلسطينية. ولذلك نجد إن جزء من الكتالوج الحاكم لسياسة مصر بعد المسألة المرتبطة برفض التهجير وبعد المسألة المرتبطة برفض مبدأ تصفية القضية الفلسطينية وتحويل المقدسات، إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكافة مناطقه. طب بعيدا عن هذه المزاعم، حضرتك أشرت إلى الداخل الإسرائيلي إنه هي حالة من حالات الهروب من وإرباك حالة المفاوضات، وفي مأزق بيعيشه نتنياهو وحكومة نتنياهو الآن أمام ضغوط الرأي العام الإسرائيلي في الشارع. السؤال هنا إلى أي مدى سيصمد نتنياهو النقطة التي يريد أن يذهب إليها، لأنه حتى الآن في ضبابية داخل المشهد الإسرائيلي، لا نعرف اليوم التالي ما بعد الحرب ماذا سيحدث، علاقة أو ضبط الشكل اللي هتكون عليه قطاع غزة كيف سيكون، ففي أسئلة كثيرة حتى الآن لم توجد لها إجابات، وده بيعقد المشهد أكتر وبيعقد أيضا دور الوساطة أكتر الفترة المقبلة. بشكر حضرتك لأنك استخدمت تعبير اليوم التالي قصف قطاع غزة، لكن البعض ما بيسألش وضع اليوم التالي في حالة إسرائيل، وده اللي شاغل بنيامين نتنياهو. أنا أعتقد حتى بنيامين نتنياهو وإئتلافه الحاكم لم يعرف من هي كيف تأتي اللحظة حتى يأتي الخروج. ربما يتم الحديث عن لو تحقق أي من الأهداف الثلاث اللي وضعت من جانب مجلس الحرب لشأن الحرب، حتى هذه اللحظة لم يتحقق ولا هدف. فلو تحقق في لحظة ما القضاء على أحد الرؤوس المدبرة لهجمات 7 أكتوبر قد يكون ذلك مدخلا. إذا تحقق وفي خلال عملية رفح في سيناريو ما قد يتم إيجاد عناصر من المحتجزين، لأن هناك رهان في شن تلك العملية أن بعض هؤلاء الرهائن موجودين أو مختطفين في بعض المناطق داخل رفح الفلسطينية، إذا زاد منسوب حركة الاحتجاج، لأن البعض مش شايف يعني التحرك على الجبهة الأخرى. بمعنى إيه؟ يعني إن في احتجاجات يقودها رأي عام إسرائيلي متضرر، وفي القلب منها أهالي الأسر والمحتجزين. لكن على الجانب الآخر نجح بنيامين نتنياهو إن هو يخرج احتجاجات مقابلة من جانب أسر القتلى من العسكريين الذين قتلوا في هجمات 7 أكتوبر، وبالتالي بدأ إنها هجمات مؤيدة في مواجهة هجمات معارضة. بص بقى التانية النقطة الثانية، إذا كانت هناك أصوات داخل الحكومة تتحدث عن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، فلابد أن يكون هناك مقاربة أخرى، هناك أصوات مقابلة، بما يعكس إن في انقسام حاد بتقول إن تم إدفاق 80% من الحريق. يعني الحريق؟ الحريق من وجهة نظرهم اللي هي القوة العسكرية والصاروخية والقذائفية لحركة حماس، وأن استمرار تلك الحرب وخاصة في معركة رفح يؤدي إلى القضاء على 20% الباقي. وبالتالي معنى اللي احنا نوقف دلوقتي معناه الاستسلام لحركة حماس، وبالتالي ما يجري هو أسير من وجهة نظري الضغوط الأساسية هي التي هتكون من الداخل الإسرائيلي، هي اللي هتحسم مصير الحرب. وبالتالي الحرب هتقف لكن يظل الاعتبار المرتبط به اعتبارات ومدى التطبيق اللي هو حاكم فيه، مش ضغوط الوسطاء ولا حتى ضغوط الولايات المتحدة، وإنما هي أقرب مرتبطة بدرجة أساسية لضغوط الرأي العام الداخلي، الرأي العام الدولي كمان. احنا بنتكلم على النهاردة إسرائيل في مأزق، إنه بعض الدول أسبانيا النرويج اعترفت بالدولة الفلسطينية، المظاهرات الموجودة في الجامعات الأمريكية وجميع أنحاء العالم، رفض القاطع المصري لاجتياح رفح. النهاردة بنتكلم عن موافقة حماس على المقترح المصري، وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية في مأزق أمام إشكالية حقيقية أمام الرأي العام، خليني أقول الإسرائيلي والعالمي والعربي كمان، في تحقيق يعني هذه الاتفاقية، عشان كده خرجت هذه الإدعاءات.
انهي اتفاق الاتفاق اللي هو المقترح بتاع حماس على المقترح المصري. شوفي هي يعني من الواضح ان اسرائيل لا تلقي بالا لا لراي عام دولي ولا لراي عام اقليمي ولا حتى اسرائيلي ولا الولايات المتحده ولا حتى الولايات المتحده. يعني ما يشغل بنيامين نتنياهو هو مصالحه الشخصيه. ازاي بقى يرمم الداخل الاسرائيلي وخاصه فيما يرتبط اظهار حاله الضعف على ما كان يسمى تماسك الدوله والمجتمع في اسرائيل. انا عايزه اقف عند كلمه مصالحه الشخصيه، ايه هي مصالحه الشخصيه؟ هل مصالحته الشخصيه اطاله مده بقائه في الحكم ومحاوله ازاله البقعه السوداء في جسد الحكومه الاسرائيليه لو هي تتكرر؟ يعني 7 اكتوبر دي ما بتتكررش كل فتره زمنيه. وبعدين هناك مقارنه ما بين 6 اكتوبر 73 و7 اكتوبر 2023. هزمت اسرائيل في حرب اكتوبر في مواجهه جيوش نظاميه، كانت اقوى جيوش نظاميه في تلك الفتره الجيش المصري العظيم والجيش السوري. لكن الضربه التي تلقتها اسرائيل من جانب حركه مسلحه من دون الدوله، صحيح، حركه مقاومه، وبالتالي ده عمل هزه وارتباك بدرجه كبيره. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني بيني جانتس دلوقتي بيدعو في الداخل الاسرائيلي عضو مجلس الحرب ان هو يتم تشكيل، ده بقى اللي بيخوف بنيامين نتنياهو وبين غفير ايضا ان اللي هو وزير شؤون الامن القومي غفير، ان يتم تشكيل لجنه للتحقيق لانها لابد ان تتعامل او تجيب عن 3 اسباب. السبب الاولاني ماذا جرى؟ ايه اللي جرى في التوقيت ده قبله واثناءه اللي جعل اسرائيل مستباحه لمده عده ساعات؟ النقطه الثانيه كيف جرى؟ يعني ماذا جرى؟ وكيف جرى بهذه الامكانيات لحركه مقاومه مسلحه؟ النقطه الثالثه كيف نتجنب ذلك في المستقبل؟ وبالتالي في اتهامات محدده بالادانه المرتبطه بالاهمال، المرتبطه بسوء التقدير، المرتبطه بعدم وجود انذار مبكر، المرتبطه باحداث خسائر ماديه بالنسبه لهم رقم ال 1200. شوف حضرتك الخسائر في الصفوف الاخوه الفلسطينيه بتتجاوز ال 35000، هم ال 1200 دول عندهم رقم كبير طبعا. طب تحرك طبعا سياسي وضغوط سياسيه بالرغم انه أمريكا هي الحليف الأول والأخير لإسرائيل، نعم. وحتى في الحديث عن حل للدولتين أو مؤتمر السلام الدولي فهنا علامة استفهام كيف تكون الولايات المتحدة الأمريكية راعية لهذا الحل وهي طرف منحاز بشكل كبير لإسرائيل. لكن حابب أسأل حضرتك، النهاردة محكمة العدل الدولية بتنعقد أيضا، شفنا قرارات ومخرجات من محكمة العدل الدولية بتدين إسرائيل، شفنا انضمام مصر لهذه الدعوة المقدمة من جنوب إفريقيا. هذا الأثر القانوني إلى أي مدى يمكن أن يكون ضاغطا أيضا على إسرائيل، ولا هي لا تأبه تماما بأي تحركات قانونية على الأرض؟ شوف إسرائيل فوق القانون، لكن في نفس الوقت بس دي أوراق العالم يعني. أوراق والمزيد من الكشف، لأن الـ الـ الأوراق اللي بإيد التحالف العالمي المناهض لإسرائيل مهم. يعني حضرتك رغم ما يبدو للبعض من أن هناك يعني تناقض او اختلاف او تباين ما بين الرؤيه الامريكيه والرؤيه الاسرائيليه، الاجابه خطا. ممكن ده خلاف تكتيكي، لكن هناك يعني توافق في التوجه الاستراتيجي. ومن اليوم الاول للحرب الولايات المتحده ترى ان ما جرى في 7 اكتوبر يتجاوز في تاثيراته وتداعياته 11 سبتمبر، يعني اكتر من اللي حصل عنهم في الولايات المتحده. رقم واحد. رقم اثنين، توصيف الجهة المنفذة لتلك الهجمات تعتبرها منظمة إرهابية زي التوصيف الإسرائيلي وليست كحركة مقاومة مشروعة. النقطة الثالثة، حركة ما بتتكلم على الموقف المصري لوقف الإطلاق النار، ومصر حتى في مقترحها في نهاية مرحلته الثالثة يؤدي إلى نهاية الحرب. ده مش وقف كامل. أمريكا بتدعو محاربيها القدامى للمشاركة في أو الانضمام لصفوف الجيش الإسرائيلي، هتلاقي وبالفعل هناك يعني شوفي زي ما الأستاذ محمد قالها، الحليف الاستراتيجي الوحيد مش للولايات، لأي إدارة أمريكية بغض النظر عن طبيعتها ديمقراطية أو جمهورية هي إسرائيل. الغرض للولايات المتحدة هو الحفاظ على التفوق العسكري والتكنولوجي
والاقتصادي مقارنة بأي قوة أخرى في الشرق الأوسط. طب إزاي هراهن بقى على دور للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل لرعاية السلام أو حل الدولتين؟ شوف ده سؤال هو هي أقرب لفكرة المعادلة الصعبة. أنت بتتكلم في أصوات حتى مش في الولايات المتحدة ضد إسرائيل، لأن الولايات المتحدة مش الإدارات فقط. فأنت بتراهن، يعني حضرتك كنت أشرتي لنقطة مهمة جدا، إزاي تأثير التظاهرات أو الاحتجاجات اللي جاية من الجامعات الأمريكية. فأنت بتحاول اللي أنت بتراهن على انقسامات اللي موجودة داخل المؤسسات، داخل الإدارات، داخل الهيئات، لأن مش هتقدر تضغط على إسرائيل غير بأشكال مختلفة، لكن التأثير المدوي لما جرى أكبر مما نرى بدرجة كبيرة. وبالتالي حضرتك بتقول طب نعمل إيه، أو إزاي اللي جزء من المشكلة كيف يكون جزء من الحل. هكذا بالنسبة لدور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ككل، أثناء وجودها سواء عبر وجود قواعد أو عبر مصالح هي موجودة. كنا نتحدث أثناء الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط إنها سبب لبعض المشاكل، لكن عندما تخرج نجد أن هناك مشاكل أخرى. وبالتالي يعني أما تيجي تشوف حضرتك الدور المصري جزء من تحركاته، يعني برضك مع الولايات المتحدة إنها كانت الطرف الأساسي في المضي قدما بالنسبة لاتجاه السلام مع مصر أيام الرئيس السادات. دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شرفتنا ونورتنا وصباح الخير على حضرتك. صباح النور لحضرتك، أهلا وسهلا.